بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، نرحب فيكم مرة أخرى في مقرر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية. هذا أنا معكم الدكتور محمد صفحي وزميلي الدكتور محمود رمضان عزام السيد. مع نهاية هذه المحاضرة نتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن يتعرف على المهارات الأساسية في التوجه والحركة، يستطيع أن يفرق بين المهارات الأساسية، كذلك يستطيع أن يحدد خطوات كل مهارة من هذه المهارات ويتقن المهارات الأساسية من هذه المهارات من خلال التدريب العملي ومشاهدة مقاطع الفيديو المسجلة في هذا المقرر. مهارة الاقتفاء أو التتبع أيضا هي أحد المهارات الأساسية للكفيف، بحيث يستطيع التنقل بكل أريحية واستقلالية في الأماكن المألوفة وغير المألوفة. النقطة الأساسية في هذه المهارة هي اليد أو استخدام ظاهر اليد. فما هي مهارة الاقتفاء؟ يقصد بمهارة الاقتفاء والتتبع قيام الكفيف باستعمال ظهر اليد للمرور بخفة على الأسطح مثل الجدران، حتى يتمكن من تحديد موقعه داخل المكان، أو لتحديد أماكن أشياء معينة، أو الحصول على خط سير موازن على السطح. كما يمكن استخدام هذه المهارة في بعض الغرف غير المألوفة للتعرف بطريقة آمنة على حجمها وشكلها وترتيب قطع الأثاث فيها أيضا. كذلك تساعد الكفيف في الحصول على العديد من المعلومات للتعرف على العلامات المميزة في الطريق أو في الغرفة من خلال الفواصل الموجودة في الجدران أو فتحات الأبواب أو النوافذ أو الطاولات إذا كانت أمامه. كذلك الهدف من استخدام مهارة الاقتفاء مساعدة الكفيف على اكتشاف ما يحيط فيه أو ما يحط به داخل بيئته والتعرف على جغرافية المكان. أيضا اكتساب الكفيف الثقة بالنفس حتى يتمكن من الانتقال بطريقة آمنة داخل المناطق المألوفة وغير المألوفة. مساعدة الكفيف في تحديد مواقع الأشياء من حوله بسهولة ويسر، هذه نقطة مهمة. أيضا يحقق الاقتفاء مع وضع الحماية حرية الحركة للكفيف. خطوات مهارة الاقتفاء أو التتبع: يمشي الكفيف بمعدل سيره الطبيعي مع الاحتفاظ بوضع جسماني جيد، وبحيث يكون الجسم على بعد 20 سنتيمتر تقريبا من الحائط. يقوم الكفيف برفع الذراع المقرر استعمالها في عملية الاقتفاء إلى الأمام وللخارج، بحيث تشكل مع الخط العمودي للجسم، ويكون اتجاه ظهر اليد للخارج وراحة اليد في اتجاه الجسم. 3. يكون معصم اليد والأصابع منحنية قليلا للداخل وفي حالة استرخاء، حتى لا تنزلق اليد أو حتى تنزلق اليد بخفة على طول الحائط. ليش منحنية؟ حتى ما تنصاب الأصابع أو تتجرح، لأن الأصابع هي النقطة الأساسية للكتابة بالنسبة للشخص الكفيف، فيعتمد عليها في كتابة برايل. ملاحظة على هذه المهارات: يجب أن تكون يد الاقتفاء على اتصال دائم بالحائط، وهذه نقطة أساسية. اليد على الحائط بصفة دائمة إلا إذا كان الحائط خشن، فممكن أن الشخص يبعد يده أو تكون اليد قريبة من الحائط، ولابد أن يلمس الحائط ما بين فترة وأخرى. عند استخدام الكفيف لهذه المهارة داخل الغرفة، فإنه يسير في اتجاه واحد ويقوم بتحديد الأشياء التي تواجهه، وتكون نقطة البداية هي نقطة دخول الغرفة. مهارة البحث عن الأشياء الساقطة والتقاطها أيضا مهارة أساسية للشخص الكفيف. إذا سقط منه أو طاح منه شيء، كيف
إنه يستطيع إيجاد هذا الشيء. تهدف هذه المهارة إلى تنمية قدرة الكفيف على تحديد أماكن الأشياء التي تسقط منه على الأرض واستعادتها بطريقة آمنة وفعالة من خلال عملية منظمة للبحث، ومن خلال الالتزام بالهدوء والإنصات إلى سقوط الأشياء. يتم اتخاذ الحماية العلوية بوضع الساعد عموديا أمام الصدر على أن تكون راحة اليد للخارج على بعد 30 سنتيمتر تقريبا أمام الوجه، بحيث تمتد الأصابع لأعلى مستوى الرأس بينما يكون الكوع مقابلا للصدر. أيضا في الفيديو راح تشوف كيف عملية البحث عن الأشياء الساقطة وكيف يستطيع الكفيف إيجاد هذه الأشياء. الأشياء الساقطة هنا في أشياء ثابتة وفي أشياء متحركة، لذلك عملية الإنصات للصوت نقطة مهمة للأشياء المتحركة تحديدا. خطوات مهارة البحث عن الأشياء الساقطة والتقاطها: النقطة الأساسية الإنصات أو إنصات الكفيف إلى صوت سقوط الأشياء، إنصات الكفيف إلى صوت سقوط الأشياء. الاستدارة تجاه مكان سقوط الشيء والإشارة إليه بأصبعه لتحديد مكانه مع تقدير مدى المسافة، ثم التحرك نحوه مباشرة إن أمكن والصوت ما زال مسموعا مع توخي الحذر لتجنب الاصطدام واستخدام أسلوب الحماية المناسب. ثم يثني الكفيف أو الشخص الركبتين لأسفل مع الاحتفاظ باستقامة الظهر، ومن الأفضل جلوس القرفصاء مع الإبقاء على الرأس في وضع عمودي على الجسم مع وضع الحماية العلوية المعدلة. كذلك البحث عن الشيء براحة اليد في الحماية السفلية، بداية من المنطقة التي يتوقع وجود الشيء فيها، على أن يبدأ حركة اليد بشكل دائري أو حلزوني تأخذ بالاتساع تدريجيا إلى أن يتم التقاط الشيء. يجب على الكفيف ألا ينسى أن يمسح المنطقة حول قدميه وبينهما، وإذا لم ينجح في العثور على الشيء فيستدير إلى جهة اليمين مع استخدام الحماية العلوية ويعاود البحث بنفس الطريقة براحة اليد وبنفس الكيفية. وقد يتطلب البحث أن يتقدم الكفيف خطوة للأمام أو الخلف ويعيد العمل بنفس الطريقة. نشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، ونلتقي في المحاضرة القادمة.